أهلا بكم من جديد. اقتحمت مودعة لبنانية تدعى سالي حافظ فرع بنك لبنان والمهجر في إحدى ضواحي العاصمة بيروت قبل أن تتمكن من صرف جزء من وديعتها يقدر ب13,000 دولار تحت تهديد السلاح. وفي واقعة منفصلة تمكن مودع آخر من الحصول على مبلغ 30,000 دولار أمريكي بعد اقتحامه مصرفا آخر في منطقة عالية بحسب ما أعلنت جمعية صرخة المودعين اللبنانية. ونفى الأمن العام اللبناني توقيف المودع المسلحة في بيروت كما نفى مغادرتها البلاد. تحت تهديد السلاح تمكنت اللبنانية سالي حافظ من أخذ جزء من وديعتها لدى بنك لبنان والمهجر في ضواحي العاصمة بيروت والمقدرة ب13,000 دولار بعد دخولها إليه مسلحة مع عدد من رفقائها. تأتي الحادثة في وقت يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية مستفحلة دفع المودعون ثمنها بشكل كبير. لم يكد النهار ينقضي حتى حدث اقتحام آخر في جبل لبنان. رامي شرف الدين اقتحم مصرفاً مطالباً بمبلغ 30,000 دولار من ودائعه بحسب ما أعلنت جمعية صرخة المودعين التي تدافع عن المواطنين اللبنانيين الذين علقت مدخراتهم في البنوك اللبنانية في ظل الانهيار المالي. وعمدت المودعة سالي حافظ إلى إلقاء مادة البنزين على نفسها وهددت بإحراق المكان في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة. كنت جاية مع نصي وبدي أسحب مصاري، فجينا ناطرته ليحتى يسحب، بيقوم بفوتوا ناس مسلحين حاملين فرد بيكسروا الباب بزبطوا بنزين على كل اللي موجودين. تعيد الواقعتان التذكير بحادثة أخرى في أغسطس الماضي حين اقتحم مسلح يدعى بسام الشيخ حسين بسلاحه بنكا في بيروت لسحب جزء من وديعته لعلاج والده، وانتهت الواقعة بتسليم نفسه إلى قوات الأمن التي حاصرت المكان. تكرار وقائع اقتحامات البنوك يكشف عمق أزمة اقتصادية تطحن الشارع اللبناني وتنذر بمخاطر أمنية تدفع من بلغ به اليأس إلى أن يحمل السلاح بعد أن حيل بينه وبين أبسط حقوقه في سحب ودائع مضمونة بقوة القانون، لكن البنوك لا تجد سيولة لسدادها. وللتعليق ينضم إلينا عبر الإنترنت من بيروت السيد حسن مغنية رئيس جمعية المودعين بالمصرف اللبناني. أحييك سيد حسن، كما أحيي أيضا ضيفي من بيروت عبر الإنترنت السيد حسن بزي محامي جمعية المودعين اللبنانيين، وأيضا ينضم إلينا عبر الإنترنت من بيروت الدكتور توفيق دبوسي رئيس غرفة التجارة والصناعة بلبنان. أحييكم جميعا على شاشة الجزيرة مباشر، وأبدأ مع السيد حسن مغنية رئيس جمعية المودعين بالمصرف اللبناني. ما حدث اليوم الدخول للمصرف عنوة لمحاولة الحصول على أموال، هي أموال يعني أموالها بالفعل لكن لم تستطع أن تحصل عليها بالطرق الطبيعية وفقا للإجراءات اللبنانية أو البنوك اللبنانية الجديدة. كيف تقيم هذا المشهد المتكرر لربما للمرة الرابعة أو الخامسة سيد حسن؟ تحية لك ولضيوفك الكرام. تقييم هذا المشهد أولا بالسياسة اللبنانية، نحن لدينا طبقة أو منظومة سياسية، مجموعة أحزاب حاكمة منذ 17 تشرين 2019 إلى اليوم لم يعطوا المودع أي ضمانة إن كان بالقانون أو بخطة تعافي أو عن أي تحدث عن أي خطة تضمن حق المودع. أنا لا أقول أن تأتي المئة مليار دولار وتوضع أمام المودعين الآن على الطاولة وتفضلوا خذوا ودائعكم. نحن نعي حجم الأزمة ونحن نعي كبر الأزمة اللبنانية وفقدان السيولة، ولكن حتى اللحظة ليس هناك أي ضمانة إن كان من السلطات السياسية أو السلطات المصرفية والمالية تجاه المودعين عن كيفية استرداد ودائعهم التي هي حق مشرع ومكرس بالدستور اللبناني وبالقوانين إليهم. عن أي نتحدث؟ ليس هناك فترة زمنية، ليس هناك آلية، لا شيء، فقط شعبويات، تقاذف المسؤوليات بين الأحزاب السياسية
بين بعض والجهات المصرفية والمالية. اليوم أنا أؤكد لك ومعك أيضا محامي جمعية المودعين الأستاذ حسن بدي يؤكد لك وقلناها سابقا، سالي الحافظ التي قامت بما قامت به اليوم هي والمودع رامي شرف الدين، هؤلاء لن يكونوا الحلقة الأخيرة في هذا المسلسل. أنا أتحدث بناء عن معلومات، نحن أمام عشرات عمليات اقتحام المصارف في الأيام القادمة، هذا سببه تعنت الأحزاب السياسية والمنظومة الحاكمة من جهة، مصرف لبنان من جهة ثانية، والمصارف اللبنانية من جهة ثالثة. هذا الثالوث الذي يتقاضف الكرة والمسؤوليات تجاه الآخر حتى اللحظة لم يستطيع أن ينصف المودعين إن كان بخطة أو بقانون. يعني سيد حسن بزي محامي جمعية المودعين اللبنانيين، وأريد أن أبدأ معك للأسف لانقطع التواصل بيني وبينه وأتمنى أن يعود مرة أخرى. دكتور توفيق دبوسي، لعلك استمعت إلى الأخ حسن مغنية ويحمل الطبقة السياسية، يحمل يعني من هم يعني على رأس العمل البنوك والتجارة في البلاد مسؤولية ما حدث وما وصل إليه وما وصلت إليه الأمور، هل تتفق معه في أن هؤلاء هم من يتحملون المسؤولية أم لا؟ هلا من الطبيعي جدا، اولا مساء الخير لحضرتك والمشاهدين. هلا من الطبيعي والواقعي انه لحد هلا الاداره اللبنانيه، حتى ما نقول السياسيين بنقول اداره البلاد، ما توصلت لصيغه مقبوله او ما طرحت، يعني مقبوله ولا غير مقبوله، ما طرحت اي مشروع انقاذي بيتفق عليه كل القيادات اللبنانيه. للاسف اكيد لما بده يكون الوضع بهالشكل اكيد انه بدنا نشوف كثير تصرفات نتيجه حاجه ونتيجه معاناه الناس. اكيد انه نحن ما بنقبل انه تكون البلد الوطن اللبناني عم بيعيش هالظروف، ولكن هالظروف مش سبب الناس، سببها إدارة البلد. بالرغم من أنه نحن بنشوف كغرفة تجارة وصناعة وزراعة بنشوف أنه البلد عنده موقع جغرافي استراتيجي قادر يلعب دور كتير مهم على مستويات عديدة، قادر يلعب دور بالزراعة وقادر يلعب دور بالصناعة وقادر يلعب دور بالسياحة وقادر يلعب دور بالخدمات. شرق المتوسط موقع لبنان، شرق المتوسط بيحتاج لمرفأ إقليمي دولي، قادرين نحن نكون المرفأ الإقليمي الدولي، قادرين نحن نكون المطار الإقليمي الدولي، قادرين نحن نكون منصة النفط والغاز الإقليمية الدولية. لبنان مش مفلس، لبنان الدولة اللبنانية طالما أنه عندها حق التوقيع قادرة أنه تطلق مشاريع استثمارية تجذب المستثمرين اللبنانيين والعرب والدوليين لحتى يصبح لبنان منصة لاستثمارات المجتمع الدولي بالمنطقة. فهذا إذا ما صار، يعني هل إذا بدك الاتفاق إن كان الاتفاق، نحن نتمنى أن يكون دائما الاتفاق داخلي، وما عندنا مانع أبدا أن يكون في تعاون مع إذا بدك المجتمع الإقليمي والدولي، ولكن لبنان أولا، يعني كل وطن مفروض أنه يكون القرار فيه لأبنائه والقرار فيه لإدارته السياسية ولإدارته إدارة مؤسساته. فالحقيقة طالما الأمور يعني مش ما في اتفاق عليها، أكيد أنه كل يوم بده يكون الوضع يطلع مشاكل نتيجة الظروف الصعبة اللي عم بيعيشها المواطن. طيب سأعود إليك دكتور، لكن أعتقد أن السيد حسن بزي محامي جمعية المودعين اللبنانيين قد عاد إلينا. من الناحية المعلوماتية فقط، ابتداء هل تم القبض على سالي حافظ؟ لأن قيل أنها لم يتم القبض عليها، لم تغادر البلاد، هناك من يتحدث عن مغادرتها للبلاد، هل لديك أي معلومة في هذا السياق سيد حسن أم لا؟ نعم لدي معلومات أكيدة، سالي بخير وسالي تعيش بشكل حر، وما حصلت عليه من مبلغ مالي هو 12,000 دولار أمريكي فقط من أصل الوديعة البالغة 120,000. المبلغ بخير وسالي بخير، وأنا أحب أن أعلق قليلا لأقول
أنه ما فعلته سالي هو أمر محتوم، هو مجرد نتيجة. نحن اليوم في دولة تسمى دولة، هي في الواقع بحالة انهيار كلي. الدولة سقطت، المنظومة سقطت، القضاء سقط، لا قضاء لا عدالة لا أمن، القضاء في حالة اعتكاف منذ أشهر طويلة. فقط عندما يقوم صاحب حق مودع بالتعرض أو بمحاولة الاستحصال على حقه يقوم هذا القضاء بالتحرر خدمة للمنظومة السياسية والمصرية الحاكمة. لذلك في باختصار نتوقع أن هذا الأمر يزداد، لأنه عندما يكون هناك حاجة ضرورية المادة 184 من قانون العقوبات تشرع هذا الفعل، طالما أنا القانون لا يحميني، طالما ليس هناك قضاء، طالما ليس هناك دولة، يبقى الدفاع هو أمر مقدس. لكن طبعا سيد حسن، يعني هذا المنطق والمنطلق أعتقد يحتاج الكثير من النقاش. هناك على الأقل بيان من البنك يقول أن سالي ذهبت إلى البنك قبل ما قامت به بيوم وأرادت أن تسحب جزء من مدخراتها، عندها أختها شفاها الله عافاها مريضة بالسرطان تريد أن تصرف عليها. البنك قال ما في مشكلة، فقط قدمي لنا بعض الأوراق وسنتعاون في هذا الأمر. كيف ترد على هذا الكلام؟ يعني ما يسمح لي البنك، سالي تحاول منذ أشهر عديدة ولدينا تسجيل سوف نقوم بعرضه عندما رفضوا طلبها مرارا وتكرارا. هذا الأمر ثابت بموجب تسجيل فيديو سوف نقوم بعرضه في مرحلة الدفاع. ثانيا ليس هناك مطلوب أن أقدم حجج، أنا أودعت مالي ومن حقي أن أسترده. القبض على المال هو الجرم، المصرف هو سرق الوديعة وتصرف بها. بلوم بانك، بنك لبنان والمهجر خسر 12 مليار دولار كانت مودعة استثمارا لدى مصرف لبنان. هذا البنك يعني هو في حالة إفلاس، بنك استولى على الودائع، بنك يقيل الحجاج. هناك آلاف الطلبات قدمت له من أجل الطلاب والطبابة والحكمة وكل الطلبات ترد. البنك الآن في حالة إفلاس، وغدا سوف نعرض فيديو سوف يكون حاسما ويدل على أن البنك رفض واستهان بسالي وبمرض شقيقتها، مع التأكيد لأنه ورد في التقرير أنه كانت مسلحة. سالي كانت تحمل مسدسا نوع لعبة، وبالتالي هو ليس مسدسا حقيقيا. سالي لم توجه هذا المسدس اللعبة نحو أي أحد، سالي لم تهدد بالإحراق كما قيل، وحتى ما قيل عن بنزين هو عبارة عن لتر بنزين رمي على الأرض. فبالتالي هذا، وسالي أخذت المبلغ وحصلت على إيصال، يعني سحبت الوديعة ووقعت على إيصال، وسوف نبرز هذا الإيصال يوم غد في التحقيق لدى شعبة المعلومات. فإذا لا يفعلن أحدا أو يصورن أحد أن هناك إرهابا، كل ما في الأمر أن هناك إنسانا يتجه نحو الموت. الدولة عاجزة، وزارة الصحة ناكلة عن موجباتها، وزارة الشؤون في خبر كان، الأمن في خبر كان، والقضاء معتكف ولا جلسات. إذا ليست هناك طريقة إلا الحصول على والدفاع عن النفس إلا من خلال أخذ الحق بالطريقة التي حصلت، علما وأقول أن الحق أخذ بالشكل القانوني، سحب المال من الصندوق ووقعت إيصالا بقبضها مبلغ. طيب أنا أريد أن أناقش حتى ما ذكرته أنت مع السيد حسن مغنية رئيس جمعية المودعين بالمصرف اللبناني، لأني المنطق من الممكن أن يبدو للبعض خطيرا. اليوم سالي دخلت وهي في شدة ولديها أخت تعالج من السرطان، وهذه هذا حقها، أخذت من مالها. لكن البعض يقول أن المنطق والتبرير له بشكل أو بآخر من الممكن يعني أن يجعل آخرين ليس لديهم حق، ليس لديهم أموال مودعة يقومون بهذا الأمر. سيد حسن، هل هذا الطرح صحيح؟ هذا المنطق صحيح أم لا؟ أولا، من يريد أن يفعل ما فعلته سالي وهو ليس بمودع بقصد السرقة هذا جرم يعاقب عليه القانون. ليس لديه حق هذه سرقة، ولكن سالي هي صاحبة حق. بيان المصرف قال لمساعدتها، هي لا تطلب منة من أحد ولا تطلب مساعدة أو شفقة أو رحمة من أحد، هي فقط تريد حقها. وسجل عندك أخي الكريم أننا كجمعية مودعين عقدنا 4 اجتماعات مع جمعية المصارف اللبنانية منذ بدء الأزمة وحتى أشهر خلت. توصلنا معهم إلى الآتي، قلنا لهم فلندع قضية الودائع جانباً، فأقله ننشئ خلية لمعالجة قضية المودعين أصحاب الأمراض المزمنة
هذا المريض مريض السرطان لا ينتظر خطة تعافي، لا ينتظر قانون كابيتال كنترول من هنا ومن هناك، ولا ينتظر الطبقة السياسية والمصرفية كي تجلس سوية وتأتينا بالحل الذي هو غائب عننا. هؤلاء المرضى التي أرواحهم اليوم هي عرضة لفقدانها، فقدان أرواحهم يعني الموت، هؤلاء لا ينتظرون أحد. أقله أنصف الحالات المرضية عبر إعطاء المودعين المرضى أموالهم للعلاج، لأنه كما قال الأستاذ حسن بزي ليس لدينا ضمان اليوم، ليس لدينا ضمان اجتماعي. المستشفى التي تريد أن تدخل إليها عليك أن تكون حاملا لعملة الدولار وإلا لا تدخل. أنصف هؤلاء نعم. لم نرى منهم ولم نسمع منهم شيئا. يا دكتور توفيق، أنا للحقيقة أنا أريد أن أتحدث معك عن حلول، حلول واقعية وسريعة، ليست متعلقة بأن الطبقة السياسية تغير من توجهاتها وموانئ تنشأ إلى آخره. الآن اللبناني الذي له أموال مودعة لدى البنوك بالدولار الأمريكي ويريد أن يستردها أيا كان السبب، ماذا يفعل؟ ما الحل في هذه اللحظة من وجهة نظرك؟ إجمالا واضح تماما، يعني صار بيعرف القاسي والداني بأنه الأموال الموضوعة من قبل المودعين بالمصارف، المصارف وظفتها مع الدولة اللبنانية، وبالتالي الخسائر اللي حصلت بالدولة اللبنانية وزعوها، إذا بدنا نكون صريحين، توزعت حمدتها المودعين. منو موجود اليوم أموال بالمصارف؟ ما موجود أموال بمصرف لبنان. يعني هيدا بيحتم علينا أنه نتعامل مع خطة تكون مقبول تنفيذها. أوكي، إذا كان عم نقول نحن ما بدنا نعمل مشاريع ونحن بدنا نعالج المشاكل الآنية، أو بدنا نعالج إذا بدك سؤال حضرتك أنه اليوم هالأموال اللي موجودة، الودائع اللي موجودة بالبنوك وأصحابها بدهم إياها، منها موجودة عند المصارف وبالوقت نفسه منها موجودة بمصرف لبنان. إدارة الأموال وإدارة الدولة، إذا بدنا نكون واقعيين، مسؤولية المؤسسات المصرفية ومسؤولية مصرف لبنان والمسؤولية الكبيرة على الدولة اللبنانية يلي دينت على مشاريع أقل ما يقال بأن ما في عندها جدوى اقتصادية. طيب سيد حسن بزي، هل يعني حاولتم، لعلك أشرت إلى القضاء وأن مسار القضاء على ما يبدو أنه غير مجدي، لكن هل حاولتم، هل تقدمتم بدعاوى ضد هذه المصارف التي تمنع المودعين من أخذ أموالهم؟ طبيعي نحن كنا البادئين عام 2020 بمقاضاة حاكم مصرف لبنان والمصارف بشكل أساسي، ولازلنا بعشرات الدعاوى. نحن استحصلنا على قرار قضائي بحجز أملاك عقارية للمصارف تقدر بحوالي 10 مليار دولار أمريكي. هذه العقارات إذا تم تسييلها يمكن لها سد المشكلة الأساس في لبنان، 10 مليار دولار حاضرين، ولكن السلطة السياسية اللي هي ربيبة حزب المصارف في لبنان والتي تأتمر برغباته، هذه السلطة تمنع القضاء، البعض القضاء من السير بخطة الحجز. هذه السلطة لو أرادت إيجاد حل بكل بساطة كانت أصدرت قانون يسمى منع تصرف بأملاك المصارف وأملاك مجالس الإدارة. اليوم نحن حجزنا هذه العقارات، ننتظر فك الاعتكاف القضائي منذ أشهر للسير قدما بالتحقيق من أجل الحصول على حكم قضائي ليصار بعدها إلى بيع العقارات في الأمد القريب وتوزيع الثمن على المودعين. بكل صراحة هناك أموال بعد ثورة 17 تشرين هربت تقدر بنحو 2 مليار دولار. هناك أموال مختلسة أثناء الحكم اللبناني في آخر 25 سنة تقدر بحوالي 100 مليار دولار قبضها سياسيين ومودعة في المصارف الأجنبية، وهناك عقارات للمصارف كما قلت لك تفوق 10 مليار دولار. إذن الأموال موجودة، أموال المودعين موجودة، وإنما اختزنها اللصوص الحكام. نحن ابتلانا الله
بحكام كانوا أمراء في الحرب الأهلية، حكمونا وقتلونا سحابة 16 عاماً، ومنذ العام 1992 يتحكمون برقابنا في السياسة، اقتسموا السلطة، اقتسموا المال، سرقونا، نهبونا، حتى الأموال العربية التي أتت إلى لبنان منذ العام 1992 لغاية تاريخي فقدت جميعها، حتى أموال حرب تموز عام 2006 فقدت جميعها، المال اللبناني وأموال المودعين نهب وسرقت من عصابة حاكمة. يمكن لنا أن ننهض بالوطن إذا قام القضاء بدوره وقامت النيابة العامة التمييزية بدورها ووضعت إشارات منع تصرف على أملاك هؤلاء ومنعوا من السفر وتم التواصل مع الدول الأجنبية لاسترداد هذه المبالغ، وعندها لبنان سوف يصبح طيب. دولة رائدة مالية سوف يقوم بإقراض الدول الأخرى. أخي حسن مغنية دعني أختم معك، يعني هل هناك أي يعني ضوء في النفق إذا صح التعبير لحل أزمة المودعين في لبنان خصوصا أن البنوك الآن أصبحت في الزاوية، محشورة في الزاوية، في أي لحظة من الممكن أن يدخل أي مودع ويأتي، ولو حتى يعني كما فعلت سالي بمسدس لعبة وتقوم بأخذ أموالها، فهل هناك حل قريب أم لا؟ أستاذي الكريم، فلنضع قضية سالي جانبا ونتكلم بعقلانية. المشكلة اللبنانية هي مشكلة سياسية أكثر من ما هي مشكلة تقنية. في التقنيات لدينا حلول وحلول كثيرة، وما زلنا حتى اللحظة نمتلك حلول في التقنيات، ولكن المشكل اللبناني كعادته منذ سنوات هو مشكل سياسي بحاجة دائما إلى تسوية ما كل عدة سنوات. النظام اللبناني المالي هو عاجز منذ أكثر من 20 سنة، هو عاجز دائما، الموجودات لا تغطي المطلوبات، هذا ليس فقط في لبنان إنما في كل دول العالم، ولكن ما حصل في لبنان هناك أزمة سياسية حصلت، الموجودات لا تغطي المطلوبات، أصبح هناك ما يسمى البنك ران أو الهجوم على المصارف لطلب الودائع. أكبر بنك في العالم إذا بتعمل عليه بنك ران بأفلس تاني يوم. نحن اللي عنا صار في عنا أزمة ثقة بالقطاع المصرفي، المشكل سياسي أكثر مما هو تقني، نحن دائما بحالة عجز، ولكن كان السيستم يعني ماشي مثل ما بيقولوا، السيستم كان ماشي. حدث ما حدث في 17 تشرين، كان هناك ربما قرارا سياسيا وللمفارقة. هم بهذه العملية بعد ما أقفلت المصارف بعد 17 تشرين أسبوعين، حتى اللحظة هم يتخلصون من الدين العام. كان الدين العام منذ 3 سنوات 170 مليار دولار، اليوم هو 98 مليار دولار. خلال 3 سنوات تخلصوا مما يقارب 72 مليار دولار عبر تهريب جزء على الخارج، عبر إعطاء للمودعين اللبنانيين، ولكن ليس دولار، بالليرة اللبنانية على أسعار مخفضة جدا، هم يتخلصون من الدين العام. نعم، وضحت فيك، شكرا جزيلا سيد حسن مغنية رئيس جمعية المودعين بالمصرف اللبناني، كما أشكر سيد حسن بزي محامي جمعية المودعين اللبنانيين، وأيضا أشكر الدكتور توفيق دبوسي رئيس غرفة التجارة والصناعة بلبنان الشمالي، شكرا جزيلا لكم جميعا.